معدل انخفاض 9 كيلو هل يعتبر عالي؟ نعم يعتبر عالي، ولكن ما في أي مشكلة بإذن الله تعالى طالما أنت ما أخذت كبسولات مثلا سد شهية، كبسولات حوارق للدهون، ما عملت أي حاجة. كل اللي أنت عملته أبعدت الأطعمة اللي تعيق استعادة انضباط العملية الأيضية والنظام الهرموني عندك، اللي هي الأطعمة المكررة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنت ما زلت تأكل طبيعي، يعني كذا أبعدت الأطعمة المكررة معناته ما راح أدخل إلى جسمك إلا أكل طبيعي. بمعنى ثاني، أنت أعطيت جسمك اللي يحتاجه وأبعدت عنه اللي ما يحتاجه، خلي الجسم يتحكم في عملية النزول. يعني ترى بعض اللي راسلوني ما ينقص إلا مثلا نص كيلو، بعضهم يكون واحد كيلو، وهذا يعتمد على كفاءة الكبد، كفاءة عمل الكبد بشكل خاص، اللي هو السيتوكروم بي 450 اللي هو الوجه الأول للديتوكس. بس الله يمسيك بالخير دكتور عمار، بديت الدايت في 20 سبتمبر 2022 حتى هذا اليوم اللي هو 6 نوفمبر. كان وزني 86.5 قبل لا أبدأ، اليوم وزني 75. لن أمس أنا وزنت في صيدلية الدواء، حتى يعني أتوقع الوزني 74، يعني نزلت تقريبا 12 كيلو. سبحان الله، أمشي مشي خفيف بالنسبة لي، الحالة المزاجية الحمد لله والله أني مرتاح جدا، وفيني برود ما هو طبيعي، أطلع للدوام مركز ولا أتعب مثل أول.